قال: كنت جالس ابن سيرين فتركته وجالست من؟ الإباضية، فرقة من أهل البدع. فرأيت كأني مع قوم يحملون جنازة النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيت ابن سيرين فذكرته له، فقال: ما لك جالست أقواما يريدون أن يدفنوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن كان يفسر الرؤى والمنامات. هذا الشخص ماذا رأى في المنام؟ أنه يحمل جنازة مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يجالس من؟ الإباضية، فرقة من فرق أهل البدع. فعندما رأى هذا المنظر خاف، فأتى إلى محمد بن سيرين فقال له: ما بالك تجالس من يريد أن يدفن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب، قال: ودخل آخر فقال، هذه تفسير المنامات، وقلنا تفسير المنامات إن كنتم تذكرون أن هذا علم قائم له قواعد ومبادئ وأصول ويدرس ويحتاج إلى سنين من الخبرة حتى تلحق الشبيه بالشبيه والنظير بالنظير، ولا يقدم عليه إلا من كان شبعان ريان من علم الشريعة من مباحث أصول الفقه والقياس، وإلا أساء. فمحمد بن سيرين كان أهلا لذلك. فانظر هذه المسألة الأخرى.